وخدوا بال حضراتكم بالمناسبه، وانا بتكلم مع حضراتكم كده عايز اقول لحضراتكم شويه نتائج لبعض الفرق اللي لعبت في دور ال 32، وهي فرق اسماء كبيره جدا في القاره الافريقيه دايما اللي بيوصلوا للنهائي ولنصف النهائي والادوار المتقدمه في البطوله الافريقيه. شباب بلوزداد الجزائري اللي كان في ربع نهائي النسخه اللي فاتت خسران بره ارضه قدام اسك الايفواري 3-1. يعني فريق كان في ربع نهائي خسر امام اسك في المباراه الاولى خارج ارضه 3-1. النجم الساحلي التونسي اتعادل مع احد الفرق في رواندا 1-1. سان داونز اتعادل بره ارضه مع بطل جمهوريه الكونغو 2-2. الوداد المغربي خسر 1-0 من هارتس اوف اوك الغاني بره ارضه. الهلال السوداني اتعادل 1-1 بره ارضه مع ريفرز النيجيري. وفاق سطيف الجزائري اتغلب من واديبو الموريتاني 3-1. من واديبو الموريتاني 3-1 بره ارضه. حتى الترجي التونسي تعادل سلبيا 0-0 بره ارضه مع الاتحاد الليبي. ففي النهايه النادي الاهلي، بعيدا عن ان النادي الاهلي ما كانش كويس في هذه المباراه، النادي الاهلي لما تيجي تبص بقى بعد نهايه المباراه عامل نتيجه ايجابيه جيدة. هي لا ترضي طموح الجمهور ولا ترضي طموح اللاعبين ولا الجهاز الفني ولا الإدارة، ولكن في نفس الوقت هي في الآخر نتيجة إيجابية هتشتغل عليها بقى في المباراة اللي جاية. كلنا ثقة في الفريق، إن شاء الله هنصعد وهتبقى الأمور أفضل من كده بكتير. خلوا بس الناس تلعب وخلوا الناس تتحرك وخلوا الناس تروح وتيجوا. الفترة اللي فاتت كان فيها تغيرات كثيرة جدا في التمرين وفي أداء اللاعبين، وده اللي كنا شايفينه وكنا دايما بننهي لكم من على شاشة قناة النادي الأهلي. ما تخلوش البعض من لا يشجع النادي الأهلي ياخدنا لسكة الانتقاد. بننتقد بالمناسبة، قناة النادي الأهلي بتنتقد واللاعبين نفسهم بينتقدوا أنفسهم، ولكن في النهاية بننتقد وكل حاجة، ولكن الهدف الرئيسي هو مصلحة النادي الأهلي وإزاي نقدر نوصل لدور الثمانية، دور القادم، وبعد كده الستاشر، وبعد كده الثمانية، وبعد كده عايزين ناخد البطولة، عايزين ناخد البطولة 3 مرات ورا بعض. هو لم يتحقق هذا الأمر قبل كده في الجيل 2005 و2006. في نهائي النجم الساحلي حرمنا منها من التحكيم في 2007، وبعدين رجعنا خدناها تاني في 2008. كانت هتبقى 4 مرات ورا بعض. فدلوقتي احنا محتاجين ان احنا ناخد هذه البطولة لانها هتبقى البطولة الثالثة على التوالي للنادي الاهلي. ان شاء الله يبقى يكون انجاز تاريخي يليق بالنادي الاهلي، وهو ده اللي احنا دايما بنبص له، وهو ده دايما اللي احنا بندور عليه. السنة اللي فاتت اولى المباريات اتلعبت في النيجر وكسبنا 1-0 سونيديب، وكسبنا 1-0 وما اتفرجناش على المباراة لو تفتكروا، عشان كان عندنا بعديها على طول السوبر مع الزمالك فما اتفرجناش على هذه المباراه. ولكن امبارح الاداء مش كويس، ولكن كفريق كبير قدرت تطلع بالنتيجه 1-1. في بعض المباريات بتبقى وحش ولكن محتاج النتيجه، وخصوصا مباريات الذهاب والعوده. لو مباراه في دوري مجموعات ولا حاجه ممكن اقدر اتكلم مع حضرتك في هذا الامر، ولكن مباراه رايح جاي انت بتحتاج النتيجه. الاداء احنا متاكدين وواثقين في هذا الفريق. شوفوا اللي حصل السنه اللي فاتت، شوفوا في اللي حصل في السنه اللي قبلها، هتلاقي ان في بعض المباريات بنبقى وحشين، ولكن احنا عندنا هدف في الاخر. الهدف بتاعنا في الاخر هو الوصول للمباراه النهائيه والفوز بالبطوله ال11، الفوز بالبطوله الثالثه على التوالي، عشان تبقى حاجه تاريخيه لهذا الجيل وللنادي الاهلي. ان شاء الله ده يحصل، وان شاء الله ده نشوفه في الايام القادمه. ننتقد ونقول اللي احنا عايزينه وكل حاجه، ولكن دايما انتقاد جمهور الاهلي بيبقى في مصلحه الفريق، بيبقى بيتماشى مع الفريق مش عشان حاجه تانية. النهارده لما بتسمع من جمهور الاهلي تسمعهم بيقولوا ايه؟ احنا متضايقين وزعلانين ان الفريق ظهر بهذا الشكل، ولكن احنا في ظهر الفريق وهنفضل واقفين ورا الفريق، لان هو ده النادي الاهلي وهو ده جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيبقى في ظهر فريقه في كل الامور وفي كل المباريات.